كان عمره 15 سنة بس لما كان ينطرها هي ورايحة وراجعة من المدرسة، بعد 20 سنة رجعوا التقوا وتزوجوا بال 95 بعد سنتين من هاللقاء. كان جوزها صار له 3 سنين نايب بالبرلمان. عندهم 3 شباب، فؤاد 15 سنة، وليد 12 سنة، ومالك 11 سنة. لنتعرف عليها أكثر ونتعرف على الوجه الآخر للنايب منصور البون، نستقبل السيدة سيلفانا البون. السيدة سيلفانا البون، من ايام الاوتوكار السيد منصور كان مش اوتوكار، كنت روح ماشي لانه البيوت قريبه، كنا تقريبا جيران. نعم. ومدرسته دغري، مدرستي دغري حد بيته، امره قدام بيته لفوت على المدرسه. بس هو كان على طول كثير جدي بتطليعاته، واستغرب انا كيف يقدر يوصل من مدرسته اللي هي ابعد من مدرستي قبل ما انا اوصل. يعني كون انا رايحه على المدرسه او طالعه من المدرسه يكون هو قبلي، يكون اسبادري اسرع. مدام مدام السيده سيلفانا البون، اليوم بيوتكم حد بعض كانت؟ مش بعد. كنت تضلك تزوري او تزوري بيته وقتها؟ لا، عمره قدم بيته بس تطلي تشوف السياره، تشوفه شوفه لإله. اليوم نعرف أنه زوجك معروف كثير بالخدمات، وهو رجل خدماتي كثير وخدماتي بامتياز، وكل المنطقة بيقولوا هالشي عنه. هل هالشي أوقات بيضايقك، بتحس بعبء، بتقولي خلص تو ماتش خدمات، لازم نخفف أو لازم نوقف؟ كيف قدرت تتعايش مع هالشي؟ ما في مجال تقدر توقف، لأنه هيدا شعاره لمنصور. نعم. وبيني كثير أشياء على هالأساس. الخدمات شغلة كثير أساسية، عيروا فيها بعض الأحزاب، بس بتلاقي إنه هلا هني عم يعملوا زي الشيء، عم بيجربوا يضغوا فيها. أثر هالشيء على العيلة؟ أكيد بده يأثر، لأنه كله بقلب البيت. بينفتح الباب الساعة 6 الصبح، ما بيتسكر قبل 12 بالليل، والناس بتفوت بدون إذن. نحن ما عندنا جرس بالبيت، عندنا جرس بس ما حدا بيستعمله. وإذا بالغلط حدا استعمله نحن بنستغرب، لأنه ما إلنا بالعادة تنقذوا كلكم يعني. مش بننقذ، بنعرف إنه حدا غريب. هي في نكتة، في نكتة بيير بالفتوح بتنقال، انه بالفتوح الفارماسيات بتسكر، محطات البنزين بتسكر، بس بيت منصور البون بيضل مفتوح 24 على 24. خبرية ثانية بتقول كمان انه بيت منصور مثل جوا مثل برا، لانه البواب مفتحه شتي مثل صيف، شوب كثير سقع كثير لانه ما فيك تسكر. طيب كلكم كمان بتساهموا بالبيت بالخدمات؟ أكيد، يعني بضل يلحقنا نحن أقل بكثير من منصور، بس أكيد في بعض الأشياء بيقدر. مدام كم فنجان قهوة بالنهار بتعملوا؟ أوه بدنا بالتناظر. صحيح بالتناظر. على كل حال متواصل القهوة من على بكره لآخر الليل. حبيبي خبري، رح بلش معك. أنا شوي ملبك لأنه شهادتي شوي مجروحة، بس كون عم بحكي عن الشيخ منصور. بس هيك عندي كم سؤال، ما في غيرك في يجاوب، حتى هو صعب تاخذيهم منه لانه بكاركتيره كثير رايق ومنه عصبي ولا بذهنه الانتقام. بس مثل ما كنتوا عم تحكوا هلا انه منصور البون اكثر زلمه عامل خدمات بكسروان وبالمنطقه يلي هو بينتمي لها، وشوي خذلوه اولاد المنطقه بالانتخابات الاخيره. ما بعرف قد ايه يعني، حتى بعضه مكمل وبعضه كانه ما صار شيء، كانه شيئا لم يكن. منجرب نعرف منه انه بدك تقاصص هالفريق، بدك تعمل خطوه انه توقف تخدم هو العالم لانه ما صوتوا لك او هيك، بتلاقيه لا بعضه متابع. شو سر هالهداوه اللي عنده منصور البون؟ بالنتيجه كتر خير الناس، يعني فينا نعرف انه النتيجه كانت احسن بكثير من الانتخابات الماضيه. بنحس انه الناس لا عم بيعطوه حقه كلكو بار لمنصور. بس هو بالبيت حتى هيك هو كثير بحب الخدمات. ما في يعيش بدون خدمات. بعدين انا فخوره بهالناحيه، والناس لازم يكونوا فخورين، لانه بلبنان بتعرف انه الانسان ما بيقدر بسهوله ياخذ حقه. في عنده سند اللي هو منصور، اللي مثل منصور قسم كبير منهم بيعتبروه سند وملجا لهم.
طيب وفرقت مدام من 2005 لليوم يعني بال 2005 وال 2009 ما كان نايب من 92 لل 2005 كان نايب بدورتين ما كان نايب ايه يعني عدورتين صار له مش فرقت نايب. كتير لا فرقت العجقة بالبيت العالم اللي عم تطلب خدمات نوعيتهم وأياهم وأي عيال بيكون منصور بعده خسران بالانتخابات ما بيمرق يومين بيرجع البيت بينفتح كأنه بعد شو مع الانتخابات شغلي متواصلة طيب خبرينا اليوم عن منا موسمية يعني عن هوايته للنايب منصور البون جنينة إذا بيصير له وقت أوقات التنتين الصبح بيكون مخلص بيروح بيقصص شوي بجنينة كثير بحب جنينة بس ما عنده وقت يعمل شيء تاني اليوم السفر في عنده رياضات معينة يا ريت بيحق لنا نسافر يعني ما في وقت الحقيقة طب بالمطبخ بيعزبك شيء ولا خليني اشوف بليني تسأل المطاعم خليني اشوف في عندكم حدا بيساعدكم بالمطبخ ولا بتكون عم بتخلص معاملات منلحق كل شيء ما تعتلهم راشد بحصلي الله يخلي لك ولادي ميرسي بس سؤال ما دام ساعات نايب كثير متفرغ للناس متفرغ لخدمات الناس متفرغ لأولاده قد ما متفرغ لخدمات الناس؟ أكيد لا بدي خبرك خبرية كتير طريفة كانوا صغار هني ورا بعضهم الصغار في سنة ما في سنة فرق بيناتهم كانوا بطول بعضهم وكاسمهم كتير قريب لبعضهم بفوت منصور بيكونوا نايمين بيوعى منصور بيكونوا بعضهم نايمين ساعة بتمرة فيت منصور كان واحد منهم واعي قال لي دخلك هذا أي واحد منصور نكرجي بس مش نكتة هي حقيقة نحن بنشوفه ما بيحكي كتير بالمجلس ولا يعني بيفعل بلا ما يكون اللي بيحكي كتير وخاصة مصر. مش بهالنبرة العالية ولا الأسلوب اللي تعودنا له بالسياسيين بالبيت هيك بيسمع كتير للناس بالبيت لا معكن بالبيت بيحكي. مش مع اللي بيجوا معكن مع أولاده طيب مدام عندي خبرة خبرية تاني كتير كمان ظريفة كنت مجوزة جديد كان في سؤال بهم بدي اخذ قرار بشغلي بقلب البيت فات عشية منصور سالته السؤال قال لي هلا عم تساليني قلت انا بدي يكون تعبان قمت نهار الصبح عم بشرب قهوه قلت بيكون رايق سالته ذات السؤال قال لي هلا انا عم بشرب القهوه رجعت سالته اياها الظهر ذات الخبريه رجعت قلت له اي متى في اسال السؤال قال لك هلا عم تساليني اي متى فهمت من وقتها انه ما في لازم انا اخذ القرارات او تعرفي لازم تمرقي سؤالك لشي حدا عاساس هو كتير بيعمل خدمات للناس البرا تمرقي السؤال لحدا من برا يسألوا يرتخد الجو بغري هيك مزبوط هيك مزبوط لانه ما في ما يرد عن الناس سألي ما يرد عن الناس اذا بدنا نردك شوي على السياسة لانه حكينا شوية سياسة منصور البون نعرف انه ملتزم ب 14 أدار ولبل رأس حربي حتى لو ما كان بيحكي كتير مثل ما قال جورج بس بهمني أعرف شوي لأنه قطعت فترة كان عنده علاقة كانوا مثل ديو هو وفارس سعيد وهلأ شو علاقته بفارس سعيد وبالأمان العام تبع 14 أدار منصور من مؤسسي 14 أدار وانت بتعرف وبعده وباقي ومستمر وثابت بما يختص بفارس فارس أنا فت على بيت البون وبعرف أنه فارس الصديق الصديق الحميم والقريب عندي ابن الثاني عنده روح النكتة مثل بيو بيعرفوا أنه فارس عطول بيجي لعنا وبيحكوا مع بعضهم وبيسهروا مع بعضهم اتسترا في مرة سألوا قال له بابي دخلك صاحبك فارس وين تكون فترتك كان ما كتير عم بيشوفوا وليد قال له بركي زعلان ما بعرف اجى علي وليد قال لي مامي بابي وفارس مش مثل توم انجري بيعطوا بعضهم بينكتوا على بعضهم بيزعلوا شوي بيتصالحوا شوي بس الامور اخذت بيلي رح انهي معي بدي اسالك اليوم فؤاد ابنك صار اسم الله شاب عمره 15 سنه بتحسي عنده ميول للسياسه ولا للتجاره مثلك أكتر للسياسة لأنه عايشين كتير بالبيت متواصل. بتحسي رح ياخد عن أستاذ منصور بالمستقبل؟ ممكن ما بتعرف الأيام شو بتقدم له بعد عمره 15 سنة بعد بكير هلا على كل حال اسمه بيساعده لأن اسم جده يلي كمان 100% هذا السؤال عم بتضيفوا شوكولا شو كمان بالبيت عم يبلش علاقات احنا مشهورين بالقهوة
السيدة سيلفانا ريبون، فعلا مثل ما كان الحديث عم بيدور على الخدمات للسيد منصور، هالشيء واضح ومن خلال هالجلسة كمان قدرنا نشوف هيدا الشيء، بس الواضح أكثر هو قديش بتسندي لزوجك وقديش كمان إلى جانب كل الخدمات حضرتك بتسندي بالأمور العائلية، وكمان عندك شغلك الخاص وملحقة على الكل. مش هيك نحن بدنا نحييك كثير ونقول لك شكرا كثير لوجودك معنا ليلى، وتحياتنا لك ولسيد منصور. ميرسي بوكو. شكرا. بريك اول بحلتنا بوقت البريك، ما تروحوا لمحل، فوتوا على فيسبوك وكمان على تويتر بريك، وبنرجع.